في هذا التقرير سنتعرف معا على الجبل الأعلى بكل إقليم من أقاليم المغرب، وذلك بناء على تحليل مجموعة من الخرائط الطبوغرافية مختلفة المقاييس ومطابقتها مع خرائط النفوذ الترابي لكل إقليم وعاملة بالمغرب. شملت هذه الدراسة التي أنجزتها القناة 50 إقليما جبليا بالمغرب، وحددنا بدقة القمة الأعلى بكل إقليم شريطة أن يتعدى ارتفاعها 1000 متر عن مستوى سطح البحر. قبل أن تكتشفوا ترتيب هذه الأقاليم حسب أعلى قمة جبلية بها، نخبركم أن هذا العمل أخذ منا وقتا طويلا من التحليل والتدقيق والدراسة، لذلك لا تبخلوا علينا بمشاركة المحتوى مع أصدقائكم ومعارفكم وهو تحدي القمم الجبلية وجغرافيا المملكة المغربية. في المرتبة 40 إقليم قلعة سرغنة بارتفاع 1015 مترا عن مستوى سطح البحر عند كتلة الجبيلات بالجماعة الترابية أولاد زراد غرب الإقليم. في المرتبة 39 إقليم آس الزاق بارتفاع 1020 مترا عند مرتفعات جبل باني شمال شرق الإقليم. في المرتبة 38 إقليم ورحمنا بجبل التكزيم ارتفاعه 1057 مترا عن مستوى سطح البحر ينتمي لجماعة جبيلات جنوب إقليم رحامنا. في المرتبة 37 عملة مكناس بارتفاع 1018 مترا عند جبل زرهون بجماعة مغاصي شمال الإقليم. في المرتبة 36 إقليم بركان بارتفاع 1236 مترا عند جبل تانززارت بجماعة تافوغالت جبال بني يزناسن. في المرتبة 35 إقليم الخميسات بارتفاع 1286 بجبل أمبركوك بين جماعتي أولماس وجماعة بوقشمير بالهضاب الوسطى. في المرتبة 34 إقليم قلميم بجبل أدران أوزمور ارتفاعه 1397 مترا يوجد بجماعة أمطدي شرق الإقليم. في المرتبة 33 إقليم سيدي إفني بارتفاع 1467 مترا عند جبل أدرار قرمت بجماعة أنفك الأطلس الصغير. في المرتبة 32 إقليم وجدة بجبل فوغال بني يزناسن الذي يصل ارتفاعه إلى 1532 مترا وينتمي لجماعة عين صفا شمال الإقليم. في المرتبة 31 إقليم الحجب بارتفاع 1602 عند جبل تيزي مشركور بغابة الجعبة جماعة أيت نعمان. في المرتبة 30 إقليم الدروش بجبل قشقش ارتفاعه 1613 مترا ينتمي لجماعة تافرسيت وبني توزين بالريف الشرقي. في المرتبة 29 إقليم العرائش بارتفاع 1658 مترا عند جبل بوهاشم الذي يوجد بجماعة تزاوت أقصى شرق الإقليم. في المرتبة 28 إقليم جرادة بارتفاع 1664 مترا عند جبل بوكلتوم بجبال الهورست جماعة العوينات. في المرتبة 27 إقليم الصاويرة بارتفاع 1692 مترا بجبل حفرة كزيفين عند حدود جماعة أسايس أقصى جنوب شرق الإقليم. في المرتبة 26 إقليم تاوريرت بجبل بوخوالي الذي يصل ارتفاعه إلى 1728 مترا وينتمي لجماعة تنشرفي شرق الإقليم بجبال الهورست. في المرتبة 25 إقليم تاونات بارتفاع 1752 مترا عند جبل توفة تامشاشت بجماعة تامضيت بجبل الريف الأوسط. في المرتبة 24 إقليم أكادير الدوتنان بارتفاع 1789 مترا عند جبل تاوريت مليالي بجماعة تقي الأطلس الكبير الغربي. في المرتبة 23 إقليم تطوان
بارتفاع 1926 مترا عند جبل كلتي بكتلة طلسمطان جنوب الإقليم. في المرتبة 22 إقليم طاطا بارتفاع 2068 مترا عند جبل ويغوين الأطلس الصغير بجماعة أكينان شمال الإقليم. في المرتبة 21 إقليم شفشاون بارتفاع 2159 مترا بجبل الأقرع كتلة طلسمطان جماعة بابتزا. في المرتبة 20 إقليم شتوكا أيتباها بارتفاع 2303 أمتار عند جبل الأقصط بجماعة إدو قنضيف بجبل الأطلس الصغير الغربي. في المرتبة 19 إقليم تزنيت بارتفاع 2374 عند جبل الأقصط بجماعة إملان الأطلس الصغير. في المرتبة 18 إقليم إفران بارتفاع 2410 أمتار عند جبل حيان بجماعة تيمحديت الأطلس المتوسط الغربي. في المرتبة 17 إقليم الحسيمة بارتفاع 2456 مترا عند جبل تدغين بسلسلة جبال الريف الأوسط. في المرتبة 16 إقليم زاغورة عند جبل أملال بارتفاع 2551 مترا ينتمي لكتلة ساغرو بجماعة نقوب شمال شرق الإقليم. في المرتبة 15 إقليم الراشدية بارتفاع 2662 مترا عند جبل أدوماز بجماعة أغبال كردوز بالأطلس الكبير الشرقي. في المرتبة 14 إقليم فيجيك بارتفاع 2670 مترا عند جبل بور بجماعة تالسينز الأطلس الكبير الشرقي. في المرتبة 13 إقليم خنيفرة بارتفاع 2763 مترا عند جبل أجود سيد الحامد بجماعة تيغسارين جنوب الإقليم. في المرتبة 12 إقليم بني ملال بجبل إمغال جنوب شرق الإقليم ارتفاعه 3043 مترا وينتمي لجماعة بوتفردة. في المرتبة 11 إقليم الصفر بارتفاع 3081 مترا عند قمة تاك جورد جبل بويبلان ينتمي لجماعة إغزران الأطلس المتوسط الشرقي. في المرتبة 10 إقليم بولمان بارتفاع 3128 مترا عند جبل سيوان بجماعة فرطيسة شمال الإقليم. في المرتبة 9 إقليم تازا بارتفاع 3192 مترا عند قمة موسى أوصالح بجبل بويبلان شرق الإقليم. في المرتبة 8 إقليم شيشاوا عند جبل أغيود مولايلي الذي يرتفع ب 3324 مترا وينتمي لجبل الأطلس الكبير الغربي. في المرتبة 7 إقليم غرسيف بارتفاع 3440 مترا عند جبل بوناصر بجماعة بركين الأطلس المتوسط الشرقي. في المرتبة 6 إقليم ميدلز بجبل العياش وسط الإقليم والذي يرتفع بحوالي 3747 مترا وينتمي لجماعة أيت عياش. في المرتبة 5 إقليم آزيلال بارتفاع 3819 مترا عند جبل تيغنوستي جنوب غرب الإقليم بجماعة أيت بوابلي. في المرتبة 4 إقليم تارودانت بارتفاع 4000 متر عند جبل أضرار إفروان بجماعة تبقال شمال الإقليم. في المرتبة 3 إقليم تنغير بارتفاع 4071 مترا عند جبل مجون بجماعة إيغيل مجون بالأطلس الكبير الأوسط. وفي المرتبة 2 إقليم ورززات بنفس ارتفاع إقليم تنغير عند جبل مجون بجماعة إيمينولاون شمال شرق الإقليم. وأخيرا إقليم الحوز بارتفاع 4167 مترا عند جبل توبقال بجماعة إيسني وهو أعلى جبل بالمغرب. إذن كان هذا ترتيبا للأقاليم المغربية حسب أعلى قمة جبلية بها. لا تنسوا مشاركتنا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات.